السلام عليكم، مرحبا بالجميع ومرحبا بمتابعين قناة المحترف أمين نزار. فقط اليوم إن شاء الله رح نجاوب على بعض الأسئلة التي طرحت في المنتدى. أسئلة كثيرة جدا ولكن تقريبا نفسها متكررة، هي فقط للمبتدئين. يعني لاحظت باللي معظم المتابعين اللي عندي تقريبا معظمهم مبتدئين، يعني ليس لديهم يعني خبرة كبيرة في اليوتيوب، لهذا سأحاول أن أجيب شفهيا على بعض الأسئلة هكذا باش ما تبقاش عندكم، لن تكون لديكم يعني شبهة في اليوتيوب. سنقرأ المنتديات قليلا. فوالا، اللي حاب يشوف الأسئلة هذه روح فقط للمنتدى راح يلقى كل الأسئلة موجودة. إذن نبدأ من فوق ونهبطوا. إذن نبدأ بمتابعة اسمها نعيمة كويزين ديزات، تقول من فضلك حبيت تطبيق سهل للمونتاج الفيديوهات على الهاتف، يكون الصورة كاملة التطبيق لي نستعمله تخرج الصورة غير كاملة وشكرا لك. أنا ليس لدي خبرة كبيرة في الهاتف، ولكن معظم الناس يستعملون تطبيق فيل موراجاو أو تطبيق إنشوت. تطبيق إنشوت، هكذا تكتبين في البلاي ستور إنشوت بالأس وليس السي، إنشوت. يخرج لك تطبيق مميز جدا، وقد قمت بشرحه كيفية عمل صورة مستغرة بهذا التطبيق، ويعمل مونتاج رائع جدا وسهل بسيط جدا. وأيضا في الموراجو، وأيضا هناك تطبيقات أخرى مجانية، يعني تلاحظون بأنها كثيرة جدا. أما أنا بالنسبة لي استعملي فيلم موراجو أو إنشوت، هذوما الاثنين اللي عندي فيهم خبرة يعني رائعين جدا. الصيدلة ديزاد تقول السلام عليكم أحب أمين، أنا استفدت من قناتي كثيرا ولكن عندي سؤال. أنا قدمت قناتي المراجعة في المراجعة ورفضت بسبب المحتوى المكرر، فقمت بمسح كل الفيديوهات وقمت بعمل فيديوهات حصرية من تصويري وبصوتي. السؤال، عندي مخالفة إرشادات المنتدى قديمة، هل تسبب لي مشكلة في تحقيق الدخل؟ لمعلوماتكم فقط لازم نوضح واحد النقطة في مخالفة إرشادات المنتدى. نعم، هي الفيديوهات المكررة كما يعلم الجميع اللي مازال ما على بالوش هي غير مقبولة، غير مقبولة، يعني فيديوهات الفيسبوك والإنستغرام. لا تقولوا لي هناك قنوات تحمل وأنت تحمل فيديوهات مكررة وتربح منها عادي. لا، أنا لست مثلكم، ليس يعني أنا مختلف، لكن أنا قناتي مفاعلة الدخل، يعني أربح منها أصلا، يعني أنا أغامر فقط بهذه الفيديوهات لأربح منها المال وفقط، لأني لو اتبعت هذه القناة التقنية لما أربح منها شيء ولن أربح شيء لمدة سنوات، لن أستطيع منها الربح، لن أستطيع أن أجلب كاميرا أو أجلب جهاز أو ميكروفون، لا أستطيع إلا بهذه الفيديوهات. أنا أتكلم على نفسي وعلى قناتي التقنية البسيطة، أما اللي عنده قنوات أخرى كبيرة ما شاء الله يقدر يربح منها عادي. إذن بعد تعديل الفيديو، تعديل القناة تصبح جيدة، لديك مثلا مخالفة إرشادات المنتدى. إذن القانون الجديد أعيد وأكرر، القانون الجديد الذي بدأ منذ 1 جانفي 2020، لن تكون إذا كانت قناتك ليس فيها أي مخالفة ثم تأتيك طب مخالفة لإرشادات المنتدى. أنا لا أتكلم على حقوق طبع ونشر، أنا أتكلم على مخالفة إرشادات المنتدى. أول مخالفة ليست مخالفة، تم إلغاؤها، هي فقط مجرد تحذير ليست مخالفة. كانت قبل 1 جانفي 2020، إذا أتتك مخالفة في إرشادات المنتدى فهذا يعني مخالفة وعقوبات. أما الآن فالمرة الأولى لن تعتبر مخالفة في إرشادات المنتدى، لن تعتبر مخالفة، هي فقط تحذير. نعم قناتك فيها علامة حمراء وأمر غير جيد، لا، هو فقط تحذير ولن يؤثر تماما في المراجعة. متى تتأثر المراجعة؟ إذا كان هناك إنذار ثاني في إرشادات المنتدى فذاك إنذار حقيقي، لأنك ستتعرض لعقوبات ولن تستطيع تحميل فيديوهات لمدة أسبوعين
أو سيتم إلغاء تحقيق الداخل أو ستلغى أشياء كثيرة بث مباشر. المهم، أما إذا لديك مخالفة واحدة لحقوق طبع النشر أيضا ستراجع قناتك بصفة عادية جدا. أما إذا كانت لديك 2 مخالفات لحقوق طبع النشر فلا أظن أن القناة ستراجع. إذن أخطر إنذارات هي إنذارات إرشادات المنتدى، لأنها تأتي من أشياء مثلا القتل، صور فيها دم، صور فيها أطفال، جنس، أشياء عنيفة، أشياء صادمة، مظاهرات، أي شيء غريب عنيف جنسي موحي هكذا شيء طفل صغير، فهذه ستعتبر مخالفة إرشادات المنتدى وستتعرض قناتك لمخالفات عنيفة جدا. إذن باختصار قناتك لن تتأثر بالمراجعة، عادي جدا إذا كانت تحذير وليست مخالفة ثانية. إذن نكمل. إذن سؤال آخر لمتابعة فاتي فولا، أخي نزار يعطيك الصحة وشكرا لكل ما تقدمه وجعله في ميزان حسناتك. أنا كل أسبوع بصنعة وحابة نفتح قناة وما عرفتش مع أني متابعتك وشفت كل الفيديوهات لكن خايفة من الفشل. إذن هذا سؤال مهم جدا ويسألوه كثير من المتابعين، خاصة النساء والبنات في الجزائر. يعني المشكل في ثقافتنا في الجزائر ثقافة منعدمة تماما، ثقافة الخوف، ثقافة المجتمع، ثقافة التعقيدات الذكورية، ثقافة الحرية، ثقافة التحرر، كل شيء معقد في بلادنا. حتى الظهور بالكاميرا يعني أصبح حرام، أصبح أشياء. يعني إنسان لديه هواية طبخ، معلم، أستاذ، ويخاف أن يظهر في الكاميرا ويعطي تلك العلم أو يعطي ذاك العلم أو تلك المعلومات ويربح منها المال. يعني في منزلك عادي جدا ليس عيب، لكن مجتمعنا معقد، تركيبته معقدة وفيها 90% من النفاق. لذلك فصعب جدا أن يكون الإنسان متحرر في الكاميرا ويتكلم ويظهر وما يريد أن يتكلم. إذن هذه المشكلة كيف نحلها؟ نحلها عن طريق، يعني نعطيكم نصيحة فقط كبداية. كبداية تستطيعون أن تفتحوا جيميل، جيميل فقط للترفيه. الجيميلات تستطيعون فتح آلاف الجيميلات، افتحوا جيميل فقط للترفيه. ماذا تفعلون في هذا الجيميل؟ ماذا تفعلون؟ تستطيعون مثلا أن تجربوا كاميرا بالصوت فقط، يعني تضع كاميرا مقابل شيء، جدار أو مزهرية أو أي شيء، ثم لا تظهر لا اسم ولا لقب ولا أي شيء، فقط اكتبوا عنوان، اكتبوا موضوع، ثم تكلموا مع الكاميرا بكل تحرر وبكل حرية، لا أحد سيعرفكم، تكلموا وفقط، تكلموا في أي شيء، مرة، 2، 3، 4، وربما أيضا تنجح قناتك بذلك الكلام. تكلم حول هوايتك، حول فقط للكلام وليست للتطبيقات، لا تطبق أي شيء، فقط إذا كان هوايتك طبخ بصبع كل أسبوع بصنعة، تكلم فقط، تكلم، أعطينا من خبرتك، أعطينا من ما، تكلم وراء الكاميرا. ستلاحظ بأن مع فيديو وراء فيديو وراء فيديو ستلاحظ بأنك أصبحت تستطيع الكلام. الناس كثيرين يسألونني لماذا يا أمين أنت يعني أراك تهدر وتعرف تهدر وتتكلم بطريقة سريعة وما تغلطش ولا تغلط. المهم عفوي بزاف، أنا في الأول لم أكن أستطيع التكلم هكذا أبدا. يعني لو كنت لاحظوا فيديوهاتي القديمة عندما كنت أقدم دروس الفوتوشوب وغيرها لم أكن أستطيع التكلم صراحة. مرت أكثر من مدة عام أو عامين حتى استطعت أن أتكلم في الكاميرا وأواجهها وأتكلم بكل عفوية وبدون خوف. لهذا فالأمر في البداية سيكون صعب، لكن إذا كنت تتقن لغة أو لا تتقنها فعليك فقط بالتمرن بالكلام، دير فيديوهات فقط للكلام واترك هذه القناة فقط فيها فيديوهات عشوائية، أخبار، يعني لن تكون احترافية، فقط للكلام وفقط. تكلم في أي موضوع، أي موضوع تكلم فيه براحتك. إذا رأيت بأن قناتك قد نجحت صدفة فأتبع، يعني قم بالمتابعة في تلك القناة وطورها، وإذا لاحظت بأنك تطورت في تلك القناة افتح قناتك كما تريد أنت بالاسم الذي تريده أنت بكل شيء، ستلاحظ بأن دخلت الاحترافية وتعلمت من أخطائك، هكذا أفضل شيء. ثاني طريقة أنك تتكلم مع الكاميرا، يعني تواجه نفسك في في المرآة وتتكلم مع نفسك، تحاول أن تتكلم. ثالث طريقة أيضا أن تحاول أن تقرأ اللغة العربية إذا كنت لغة عربية، وأنصحكم باللغة العربية. لماذا؟
لأن اللغة العربية تستهدف كل الدول العربية بدون استثناء، كل الدول العالم ليس العربية فقط، ممكن الصين، ممكن دول إسلامية، إندونيسيا، دول أكبر. يعني تكون لديك 10 مشاهدات في الجزائر، ستكون لديك 1000 مشاهدة من السعودية، من الخليج، من دبي، إمارات، من كل دول عربية. أفضل أن تتكلم بالدارجة الجزائرية التي سيفهمها فقط الجزائريين وبعض المغاربة. لهذا أنصحكم جميعا بالتكلم باللغة العربية، فهي ليست صعبة، وحتى وإن أخطأت فليس عيب، ولسنا مثاليين، فنحن نفتح قنوات بالطبع لكي نربح المال، ولكي نشتهر، ولكي ندعم حياتنا أنفسنا. هناك عائلات تربح من الإنترنت واليوتيوب، تدعم حياتها، لا تكفي. يعني الربح من الإنترنت أصبح ضروري لكل شخص الآن، وخاصة الأساتذة، الأشخاص يعني بكل أطيافهم، يعني تستطيع أي شخص أن يفتح الآن قناة. هذه هي فقط، يعني حاولوا تكونوا جريئين وتدخلوا العالم اليوتيوب. جماعة هو مستقبل كل شيء الآن، اليوتيوب أو الانترنت بصفة عامة. ادخلوا العالم اليوتيوب، ادخلوا العالم فيسبوك، ادخلوا العالم هذا. نحيوا الحشمة، ادخلوا بكل جرأة، لأنه هو مستقبل المال والأرباح والعمل وكل شيء. إذا نروح لسؤال آخر. قناة النجاح التعليمية لحلول الكتاب المدرسي. أخي نزار، عندي مشكلة، قناة تعليمية لم أستطع الوصول، هل من مساعدة منك؟ أنتظر ردك. أنا من متابعينك الأوفياء وأشاهد كل فيديوهاتك بدون ملل. أنا سأتكلم معكم بصراحة بخصوص القنوات التي لم تصل إلى الشروط أو لم تنجح مدة سنتين أو أكثر، وخاصة القنوات التعليمية. أكلمكم بكل صراحة، يعني مش هنخبي عليكم، ولو مانيش هنكذب عليكم، مش هنخرط عليكم، مانيش هنقول لكم لا معليش، لا. باختصار، العالم ماذا يريد؟ العالم يريد الجنس، يريد الفضائح، يريد أخبار، يريد ترفيه، يريد ضحك، يريد غناء. هذا ما يطلبه كل العالم، 7 ملايير معظمهم، يعني 6 ملايير أو 5 أو 4 يطلبون هذه الأشياء ويبحثون عنها. إذا وجد فيديو جنسي يشاهد، إذا وجد فيديو ترفيهي يشاهد، ضحك يشاهد، جياحة يشاهد، أي شيء غير طبيعي يشاهد، أي شيء لا يدخل العقل يشاهد، أي شيء بذيء يشاهد، أي شيء مختلف يشاهد. لكن أن أدخل لأشاهد قناة تعليمية مستحيل، يعني ستكون نسبة 1% من يبحث عنك ويشاهدك، وتلك 1% ستقسم بين آلاف أو الملايين القنوات التعليمية موجودة في العالم. يعني ممكن سيأتيك مشترك واحد بعد مدة طويلة. لهذا فالقنوات التعليمية ليس لديهم حل واحد، إلا أن تكون يعني لديك شهرية، لديك المال الكافي في حياتك، يعني كافي مالي، ماديا مكتفي، تعمل عمل ثابت في حياتك، ولديك وقت فراغ وتريد إنشاء فيديوهات لتربح منها بعض المال أو لتشتهر. أما إذا كان رأس مال، إذا كان لديك، ليس لديك أي مال، أي عمل، وتريد أن تفتح قناة وتكون تعليمية، فهذا لن أقول خطأ، لكن لا أظن أنك ستجني المال، مستحيل، لأنه معظم القنوات التعليمية العربية لم تنجح، يعني حتى إن نجحت لن تربح المال الكافي، يعني فقط مجرد شهرة ولن تفيدك في شيء. يعني أما إذا فتحت قناة للمكياج ولديك الإمكانيات، أو فتحت قنوات للترفيه أو كوميديا أو أي شيء آخر يعني يبحث عنه الناس، الطبخ، الأكل، أشياء غريبة، والأشياء الأكل كلها يعني ممكن تنجح. كما لاحظتم قنوات كثيرة لحقت المليون مشترك، والحمد لله قنوات عادية جدا جزائرية أو عربية. أما هل وجدتم قناة فتاة مثلا تعليمية أو فتاة يعني وصلت لمليون مشترك؟ لا أظن ذلك. قنوات التعليمية التي تقدم دروس في الرياضيات أو دروس سنة متوسطة ثانوي تقريبا التي وصلت، الله أعلم، هناك من وصل نصف مليون أو 300,000، يعني قناة واحدة في آلاف القنوات، لكن الباقي لم ينجحوا، لم يربحوا المال، ومرت سنوات وسنوات وهم يخسرون المال بلا فائدة. لذلك
أنت قرر الهدف الخاص بك. إذا كانت قناتك تعليمية فلا تنتظر أن تنجح أو لا تنجح، لأنك تقدم في العلم في فيديو، وهناك من يحتاج. مثلا أنا أحتاج إلى عندي مشكلة، سأبحث وأجدك. أما إذا كان ليس دي مشكلة فلا أظن أن أحد سيبحث عنك، سيبحثون عن التفاهة أو ترفيه أو الأخبار أو أي شيء من هذا القبيل. لذلك يجب أن تضع في رأسك إذا أردت ربح المال فغير المحتوى. إذا أردت ربح المال أقولها بصراحة، غير المحتوى، فليكن من هذه الأصناف. إذا لم تريد وتصر أن يكون المحتوى تعليمي وتربح منه وتشتهر منه، فعليك بالصبر وعليك بقراءة القوانين وقراءة الفيديوهات التي في قناتي، أكثر من 700 فيديو، معلومات مختلفة متنوعة. أنا أعلم بأنه القليل جدا من يشاهدها، لهذا لا تستطيعون التعلم، لأنها تحصيل أو حاصل سنوات من المعرفة في اليوتيوب، يجب أن تطبق سنوات ولا تطبق في يوم واحد. يعني لا تستطيع أن أفتح قناة تريد أن أفهم ماذا يحدث في اليوتيوب ولماذا لم أنجح ولماذا أنجح. هناك قنوات لم تقرأ أي شيء ونجحت بمليون مشترك، وهناك قنوات تقرأ كل يوم القوانين ولا تنجح. إذن المشكلة في المحتوى، محتواك يجذب الناس، صوتك يجذب الناس، أسلوبك يجذب الناس، وهناك أشخاص لا يجذبون الناس. هذا ليست مشكلة، أنت اقتنع بنفسك فقط وتكلم بكل حرية. النصيحة أو السر في اليوتيوب الذي لن يقوله لك أحد، لن يقوله لك أحد، نجاح اليوتيوب هو أنك تتكلم بكل عفوية، يعني تتحضر كما تحب أنت بقصتك، تحب تهضر، تحب تسكت، تحب تخلط، تحب ترجع، تحب ما ترجعش، دير رأيك. هذا الناس يحبوه لأنك تتكلم بأفوية، الناس الفكرة تاعك تصل للناس. أما إذا تكلمت كأنك روبو، ضع هذه وارفع هذه، لن يحس بك الناس ولن يشتركوا في قناتك، لأن ليس هناك متعة. إذن دائما تكون متعة في كل شيء، المتعة هي الصح، بدون متعة في فيديوهات لا أحد سيشاهدها مرة أخرى. وحتى وإن أنشأت فيديوهات متطورة فلا أحد سيشاهدك، لأنهم سيتذكرون بأنك كنت إنسان صامت، يعني راهج ما تصلحش. لازم تتكلم براحتك، لازم تجد تتكلم مرة الكاميرا بأرياحية، تحكي نكتة، تحكي تحب تتوقف تقول لهم خاوتي اشترك، ما فيهاش تعقيدات. قال خاوتي نحتاج الدراهم، أعطوني نشري كاميرا ما عنديش، هاو سيسي بلي حاب يبعث. كان ناس تشتيك، كان ناس تحبك، كان ناس تثق فيك، كان ناس تعرفك، يبعثوا لك بشوية تشري كاميرا وتشري إنارة وتشري كل شيء. كما راكم تلاحظوا، أنا لو كنت تلاحظوا فيديوهاتي القديمة واجدة شيء مختلف تماما. إذا طولت عليكم شوي بالفيديو هذا، نخليه فيديو آخر إن شاء الله ونكمله بربي إن شاء الله. فقط ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ممكن إن شاء الله حتكون هذه يعني سلسلة ممكن الإجابة على التعليقات بهذا الأسلوب، باش نفهموا الناس أكثر بطريقة الكلام أفضل، ممكن تصل الفكرة أفضل. إذا بالتوفيق، فيديو آخر إن شاء الله، سلام.